زوز عرائض يتم تداولها الايام هذه داخل اروقه المجلس الوطني التاسيسي واللي تتبناها اطراف من المعارضه. العرائض هذه تحث على سحب الثقه من رئيس الجمهوريه المنصف المرزوقي على خلفيه تصريحاته الاخرى لاحدى القنوات الاجنبيه، وايضا سحب الثقه من وزيره المراه سهام بادي. متابعه لدواج عودني. ردا على تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي اللي تحدث فيها على نصب المشانق لمن وصفهم بالعلمانيين المتطرفين، أمضى قرابة 60 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي على عريضة لسحب الثقة منه. على أثر التصريحات لمسؤول الرئيس المؤقت منصف المرزوقي، وخاصة التصريح هذا جاء في بلد أجنبي اللي نات فيه المعارضة أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكم، وأخطر من هذا أنه وعد بنصب المشانق للأحزاب الوسطية اليسارية وخاصة العلمانية إذا كان وصلت للحكم. احنا بعديد من النواب من المجلس الوطني التأسيسي قرروا باش يقدموا عريضة لسحب الثقة من رئيس المرزوقي. نواب المعارضة اعتبروا أن التصريحات هذه لا يمكن أن تصدر إلا عن مراهق سياسي وليس عن رئيس دولة. نصب المشانق وغيرها من التهديدات ممكن تصدر عن مراهق سياسي، لكن مش ممكن أبدا أن تصدر عن رئيس دولة، ويجب أن يتفهم ذلك ويفهم هذا الدرس. الخطأ اللي قام به السيد الرئيس هو خطأ فادح جدا. أنا نقدر أن مختلف هياكل الدولة بالشكل الحالي مازالت في مرحلة الهواية، لم تصل إلى مرحلة الاحتراف والقدرة على التسيير الجيد. اللي قال اللي المعارضة حبت تطلع روح الترويكا لكن طلعت روحها، هذا كلام عيب، عيب بالمنطق الأخلاقي، عيب عليه بالمنطق السياسي. بالنسبة للمعارضة ونحن حزب الوطني الديمقراطي الموحد ونحن في الجبهة الشعبية، عمرنا ما كان عنا نية أن نطلعوا روحها حتى حد لا الحكومة لا غيرها. نقولوا له سيد رئيس الجمهورية، أنت لاجئ سياسي لدى حركة النهضة، وأنت سجين ذلك القصر الذي حلمت به معناها حلم طفولة، وحتى صراعك مع ابن علي إلى حد الآن معناها يظهر وكأنه مشكوك فيه كان من أجل أنه تنال ذلك المنصب لا غير. عريضة ثانية تمكنت من الحصول على النصاب القانوني لتمريرها على الجلسة العامة، وهي عريضة سحب الثقة من وزيرة المرأة سهام بادي اللي كان تعاملها سيء مع ملف الطفلة المغتصبة مؤخرا بأحد رياض الأطفال بالمرسى، حسب النواب الممضين على العريضة. الفضيحة متاعها هو التالية، هو أنها عطت رواية في الوقت اللي هي منافية للواقع، ومن ناحية أخرى عبرت على عدم كفاءة يعني كبيرة في أنها ما قدرتش أنها ترعى وتأطر مثل هذه المؤسسات اللي خرجت العديد من الأخبار أن فيها تجاوزات، وخاصة الأمر يهم أطفالنا واللي انتهت بهذه الجريمة الشنعاء اللي أثارت الرأي العام الوطني. أنا عندي انتظارات بالنسبة للوزيرة من مدة أشهر، وأنا بنفسي التجأت لها وكلمتها وحكيت معها، وكنت نستنى في أجوبة معناتها تطمينية للعائلات، وكنت نتمنى في طريقة التعامل مع القضايا هذه أكثر جدية شوية وأكثر مسؤولية. اليوم مش من دور الوزيرة باش تدخل في نقاش مع العائلة شكون وشكون ما شكونش. القضية المطلوب منها والمطلوب منها كوزيرة اليوم كونه تذكر بالقانون، تقوم بحملة تحسيسية للعائلات، تقول لهم راهو فما أشكال، راهو هالقطاع هذا فيه ناس كثيرة ما عندهاش رخص. وللإشارة فإنه زوز عرائض هذه لم تمضي عليها أحزاب الترويكا، كما امتنعت كتلة الوفاء على الإمضاء، رغم أنه مواقفها في المدة الأخيرة كانت قريبة من المعارضة. من جهة أخرى وحسب آخر المعطيات، فأن العريضة لسحب الثقة من الرئيس المؤقت بلغت النصاب القانوني أي 73 نائب.